السلام عليكم اخوتي. بالنسبه للحلقه ديال اليوم غادي نشوفوا الطريقه ديال التحضير ديال المونيده اولا حلوه من الحلويات المعسله اللي كنقدموها في شهر رمضان المبارك. بالنسبه للمقادير عندي هنا 50 غرام ديال الزنجبان اللي نقليهم طحون يعني الحمر، واحد معلقه صغيره ديال النافع مطحون، معلقه صغيره ديال القرفه مطحونه، شويه ديال الملحه، عندي هنا 50 غرام ديال الزبده، شويه ديال الخميره ديال الحلوه والحليب باش غادي نعجن. بالنسبه للعقدة ديال اللوز غادي يكون فيها عندي هنايا نص كيلو ديال اللوز وشويه ديال الماء صغير، وعندي هنايا العسل فاش غادي نطفيو هاد المونيدة هادي. بالنسبه للطريقه ديال التحضير عندي هنايا نص كيلو ديال الدقيق ابيض، من الاحسن يكون شي دقيق ممتاز. على بركه الله غادي ندوزو الطريقه ديال التحضير. اول حاجه غادي نديروها عندنا هنايا الدقيق، غادي نديرو 50 غرام ديال الزبده كما قلت لكم، استعملت نص كيلو ديال الدقيق، غادي ندير شويه ديال النافع، شويه ديال القرفه، عندي هنا شويه ديال الملح، هنا شويه ديال الخميره حمراء اولا 5 غرام، عندي الزنجبيل، وغادي نخلطو هاد المقادير مزيان مع هاد الدقيق هذا ونرجع باش نكملو الطريقة ديال التحضير. بعد ما خوتي خلطنا دوك المقادير مزيان ديك الزبدة مع داك الدقيق، غادي نبقاو نزيدو الحليب شوية بشوية تنجمعو العجينة ديالنا. غادي نبقى نزيد الحليب شوية بشوية حتى نجمع العجينة ونرجع باش نكملو الطريقة ديال التحضير. خوتا نتوما كما كتشوفو العجينة ديالتنا تعجنات دابا، تعجنات مزيان، غادي نقسمها على جوج وغادي نخليوها ترتاح. غادي نقسمها على جوج وغادي نخليو يرتاحو. غادي ندوزو دابا نحضرو العقدة ديال اللوز، كما قلت لكم هنا عندي اللوز شويه ديال الماء الزهر، غادي ندي اللوز نطحنو مزيان. هنا اللوز نص كيلو ديال اللوز اللي سلقتو حيت ليه قشرة، ما محمر ما والو، غادي ندوزو في مونينيكس مزيان تيولي غبرة ونرجعو باش نكملو الطريقة ديال التحضير. هذا هو اللوز ديالنا اخوتي، بعد ما طحناه كيولي بهذا الشكل هذا. غادي نزيدو ليه شويه ديال الماء الزهر، واحد جوج معالق صغار، وغادي نجمعوه، غادي نجمعو هاد العقده ديال اللوز ونشكلو منها كويرات صغار ونرجعو باش نكملو الطريقه ديال التحضير. السلام عليكم خوتي، انا هنا طلقت ديك العجينه اللي خليتها ترتاح وهي العقده ديال اللوز، وجدناها ودرناها كويرات كما كتشوفوا. انا هنايا طبعت غير بكاس طبعت العجينه، دابا غادي نجيبو العقده ديال اللوز ونحطوها على العجينة بهاد الشكل هذا. انا هنا خوتي سرحت ديك العقدة ديال اللوز على العجينة ديالتي، دابا غادي نجيب هكا النصف الاخر ديال العجين وغنحطو على هاد الشكل هذا، وغادي نجيب كاس نقطعو انا هنا خوتي هرست عفوا انا درت قطعت دوك قطعت دوك سميتو ديالي دوك الدوائر ديالي، دابا غادي نزول العجينه وغادي نعاود نشكلها. دابا غادي ناخذ هاد الدوائر ديالي ونجيبو فرشيطه
باش ما يتحلوش لينا بنفس الطريقة. انا هنا خوتي وجدت المونيدات ديالي، هانتوما كما كتشوفوا. دابا غادي ندوزو باش نقليوهم. قبل ما نقليوها كنديرو فيها تقيبة في الوسط باش متنفخش وتفرقع، وزيت تكون سخونة عافية مهيلة. بنفس الطريقة كنبقاو مقابلينهم حتى كيتحمروا مزيان من التحت ومن الفوق، وكنرجعو باش نكملو الطريقة ديال التحضير. هاهما خوتي بداو كيتحمرو، هانتوما كيما كتشوفو. نخليهم يبقى يشدو اللون واحد شوية ونطفيوهم في العزل. هاهما خوتي تحمرو دوك المونيدات ديالنا، غادي نهزوهم وغادي نطفيوهم في العزل. كنسقطروهم مزيان من الزيت وكنطفيوهم في العزل. بنفس الطريقة غادي نعاودو كنديرو لهم تقبة، كنقليوهم، كنلوحوهم في الزيت. هاهما خوتي هنايا تقلاو دوك المونيدات ديالنا مزيان، خلاهم يشدو اللون واحد شوية. كنسقطروهم من الزيت وغادي ندوزوهم للعسل. نغطسوهم في العسل، من الاحسن تكون العسل ثقيله واحد شويه باش تلصق فيهم. اللي ما شافش الحلقه ديال العسل اللي يمكن ليه يشوفها، تلقاوها في الخانه ديال الوصف. راني سبق لي وقدمت العسل، غادي تلقاوها في القناه. السلام عليكم خوتي، هذا هو الشكل ديال المونيدات ديالنا، كيجيو بهذا الشكل هذا. دردرت عليهم شويه ديال الجنجلان، كيجي العسل لاصق فيهم. نتمنى تعجبكم الحلقه ديال اليوم، الى حلقه قادمه ان شاء الله، وشكرا.